هاي مرحبا كيفكم اليوم؟ هاي اليوم ما نكف اللي عملناه هذيك الجمعة و على البارتيسيون معكم إياها وحزيت لكم هيدا اليوم إذا فينا نعزفها بليز ويكاع آخر سطر عود هون أوكي يلا كاتر دو كاتر أوكي شباب يلا مروان معي مع حنان معي مركزة معي يلا 1 2 3 4 شو واثق بحاله شو قلبه قوي وقلبي من جماله دايب مستوي وشو واثق بحاله شو قلبه قوي وقلبي من جماله دايب مستوي كانت قصة أعجاب صارت حب وعذاب تاري شيخ الشباب حب بيك ويكوي وكانت قصة أعجاب صارت حب وعذاب تاري شيخ الشباب حب بيك ويكوي حب بيك ويكوي كأنه بيعرفني وحس قلبه شو عندي حاني وأنا أسأل حالي شو خاصه عم يسألني بصفته مين كأنه بيعرفني وحس قلبه شو عندي حاني وأنا أسأل حالي شو خاصه عم يسألني بصفته مين فكرته مجنون ما توقعته يكون حبيبي ونص التاني اللي رح حبه بجنون كانت قصة أعجاب صارت حب وعذاب تاني شيخ الشباب حب بيك ويكوي حب بيك ويكوي يعطيكم العافية اليوم ودرسها منيح إيهاب هيدي عندك كم أكور شوي مش مزبوطين مروان برافو عليك مثل دايما يلا يعطيكم العافية حنان يعطيك العافية مرسي أستاذ حنان أدت كتير حلو الغنية اليوم عملت جهد بالتركيز على النيوانسات بالأغاني بالغنية الأداء كان حلو الصوت كان حلو غنت جوست برافو عليها بس تنتبه على السبار تبع نفسها بآخر الجمل والأفلات لما تبين أنه عم توصلن والنفس مش عم بيقديها هيدا كل شيء أول شيء بهنيهم بهالمشهد كتير مهضومين ومتقدمين كتير هذا أنا بفرحني هلأ حنان كتير مغيرة حنان صارت غير إنسان صارت غير شيء كليا هلأ بده يبلش الشغل عند حنان في إشياء كتير بدنا نتعلمها زيادة تتشوفوها على المسرح عم تبرع أكتر وأكتر لأنه قبل كانت غايبة هلأ وجدت بالأكاديمي برافو حنان حنان غنت كتير حلو أحسن مرة بسمعها يمكن أنا هيك ما بعرف مش عم بحكي كأستاذة صوت عم بحكي كمستمع أحسن مرة بسمعها بتغني وجودها كان حلو كتير رغم أنه قاعدة مطرحها كانت معباية المطرح وكانت كيف لما بالتصوير مثلا المخرج طبعا ومع مع دي او بي تبع مع مدير التصوير مثلا بيبقى في مجموعه ناس بيبقوا حاطين ضوء على حدا لان هيدا يلي نحن لازم نشوفه كان في عليها هالضوء بلا ما نحس يعني بلا ما يكون في ضوء قدرت تتفرجينا ورافائيل قدر كمان يساعدها انه تكون هي الساطر هي الفوكس تبع المشهد ما عملت ما زدتها ما وقفت وراحت واجت بالعكس هي وقعده مطرحها قدرت عملت كتير اشياء كتير حبيت التعاون بيناتهم كلهم حبيت هالروح
المجموعة اللي صارت كيف كل واحد، وبعدين كانوا مهضومين يعني كل واحد قال عم يقرأ، ويعني مزبوط كان المشهد مزبوط لحد هلأ، هيدا أزبط مشهد شفناه من ناحية الجامع ما بين الكاركتر والغنى قدرت حنان تعملون اللي بعد ما حدا قدر يعمله لهلأ. اليوم جمعت بين إنها تغني منيح وإنها تمثل منيح وتدير المجموعة، وكان رافائيل لذيذ كتير بمطرح، وكل واحد منهم كان مروان وأنيس وإيهاب وكلهم كلهم كانوا ودينا كانوا بمطرحهم مثل فعلا صف، ومثل فعلا أستاذ صغير على تلميذه، ومثل فعلا تلميذة مغرومة بأستاذها، وهيدا اسمه شغل حلو. من أجمل الإيفاليت اليوم، مش من أجمل إيفال اليوم فعلا، وهذا البرهان انه يمكن صحيح انه فكره الاستاذ والتلميذ والصف كمان شايفينها، ولكن المعالجه جميله جدا، الطريقه اللي غنت فيها حلوه كتير، الطريقه يلي اندارت فيها هالمجموعه، هي مسؤوله عن المشهد وهي عرفت كيف تدير هالمشهد، واكيد تحيه كمان لرافائيل يلي كان ادائه مميز كتير حلو هالمشهد الكامل المتكامل، يلي الغنى كان على مستوى التمثيل على مستوى المشهد، يعني مش انه المشهد اقل والتمثيل احلى، مش انه في شيء كليشيه شفناه وفي شيء البداية منيحة النهاية مش منيحة، بالعكس البداية والنهاية كيف عم تسرح كيف وعيها كيف فلن قال لها حنان كيف ظهرت ضربت كتفها وهيك ابتسمت، ومن دون يعني كل شيء كان معطي بطريقة كتير فين كتير ناعمة كتير لذيذة. هيدا شغل جميل، هيدا بنت اتطورت كتير بالنسبة لإلي، وأنا بكرر إنه حنان يمكن مش من أجمل الأصوات، بس أنا شايفت لها أكتر وحدة من رح تعمل كاريير، لأنه عم تقدر تجمع بين التمثيل وبين الغنى الصح وبين الحضور وبين الهضامة وبين الفكر، مستقبلها كتير كبير لحنان. أنا اليوم شفت الحنان كتير حلوة وكتير مهضومة وكتير غنت منيح، يعني وقت هول ثلاثة أشياء بيكونوا مجموعين بيكون الرأي إجابة عند الكل. أكيد مع أنه في شغل بعد، أكيد أنه بدها تعرف تسيطر دايما على حالها، مش مرة تسيطر ومرة لا، بس يعني هلأ بالآخر كم مرور عم تمرق فيه بالإيفال وبالبرايم حسينا بالفرق، حسينا بالشوط اللي مرقته بالأكاديمي، شفنا أنه هيدي حنان وحدة جديدة عن اللي شفناها أول مرة أول مرات، وبرافو أنه عم تستفيد وعم تتقدم، وبرافو أنه تقدر تسيطر على صوتها على أدائها وعلى الأفكار يلي حاب تفرجينا إياهن، وإن شاء الله لمزيد من التقدم، لأنه كل ما الواحد اجتهد أكتر كل ما صوته بيتقدم أكتر وكل ما حضوره بيتحلى على المسرح.